وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد أضرار الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أكد أن النظام القطري حاول التستر على تمويل العمليات الإرهابية حول العالم عبر استغلال مؤسساته المصرفية والخيرية. ليس بالجديد على قطر والنظام القطري، نظام الحمدين، في استغلال الجمعيات الخيرية. لقد أساءوا إلى الجمعيات الخيرية وحولوها إلى جمعيات داعمة للإرهاب، معروف عنهم هذا الدور، وخاصة البنوك التي امتلكوها واشتروا أسهم فيها وحولوها لدعم الإرهاب وغسيل الأموال وتحويلها للإرهاب. وأيضا لا ننسى عمليات استغلوا فيها الجمعيات، وهي اختطاف الرعاية ودخول قطر في المفاوضات الجمعية وتسليم المنظمات الإرهابية المبالغ ويتم الإفراج عن المختطفين يعني. فهذه كانت من الممارسات المستخدمة دائما من قبل النظام القطري، والآن بدأت تطلع للسطح والناس بدأوا يحسون ويشعرون بمدى خطورة المنظمات التي تدعي، خلينا نقول، أنها جمعيات خيرية ولكن في الواقع هي جمعيات إرهابية ومموله للإرهاب.